السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. في المحاضرة الفيديوية الرابعة من الكورس الأول لطلاب الهندسة الكيميائية المرحلة الثانية Computer Programming 2. في هذه المحاضرة سوف ندرس موضوع Interpolations in MATLAB. المشرف العلمي مدرس دكتور عمار محمد علي. في البداية رح نأخذ Outline of Lecture 4 اللي تتمثل بال descriptions of interpolations and types of interpolations اللي تتضمن ال one dimensional interpolations اللي enter P1 والكوماند الثاني اللي هي two dimensional interpolations اللي enter P2. فهاي هاي two commands اللي راح ندرسهم محاضرتنا لها اليوم فقط. بصورة عامة الانتربوليشنز هي احدى الطرق الرياضية لانشاء نقاط بيانية جديدة بالاعتماد على مجموعة متقطعة من النقاط البيانية المحددة سلفا. وعليه فان الانتربوليشنز باختصار هو ايجاد قيم وسطية تقع ضمن رينج معطى سابقا. للتوضيح نتذكر موضوع الرسم الذي اخذناه سابقا اللي يعتمد عليه من على مثلا اذا نريد نرسم فد بيانات معينه لازم تكون البيانات متوفره اللي هي الاكس والواي، وبالنتيجه النهائيه راح احصل الرسم بالاعتماد على البيانات المعطاه. وهاي البيانات اللي رسمتها بالاعتماد تم ايصال الخط المستقيم بين العشر نقاط اللي تم رسمها بالاعتماد عليه من على هاي البيانات. من خلال هذا الكيرف اللي حصلنا عليه من الممكن ان نرسم عدد كلش كبير من البيانات مثلا الاكس، اسقطها عليه من على الكيرف واحصل القيمة المقابلة الواي. هاي العملية لا تنطبق عليه من على القيم الاكس اللي هي خارج الرينج سواء اكبر من العشرة او اقل من الواحد. هسه الانتربوليشنز قلنا اكو نوعين من الانتربوليشنز. اول نوع هو الوان دايمنشنال انتربوليشنز. هذا الكوماند يعتمد بالماتلاب تم تطبيقه او استخدام الانتر بي 1 لحل هذا الموضوع. اذا هذا خلينا نشوف الصيغه العامه او هيكليه هذا الكوماند شلون تشتغل. اول شيء الكوماند هذا شو يحتاج؟ الواي اي يساوي الانتر بي 1 الاكس والواي والاكس اي. يعني شنو معناتها؟ هسه خلينا نكتب هذا الصيغه العامه مال هذا الكوماند. اذا شو يحتاج كمدخلات اله؟ يحتاج قيم الاكس والواي اللي هي المعطاه بان بالسؤال، ويحتاج قيمه الاكس اللي يريد القيمه المقابله لها، الاكس اي اللي يريد القيمه المقابله لها. مثل ما شفنا بهذا المثال اللي امامنا هذا الرسمه، هاي النقاط اللي هي مجموعه الاكس اللي هي 1 2 3 4 4 قيم للاكس، بالنتيجه النهائيه صارت طلعت لها 4 قيم للواي. بينما أست عندك القيم الاخرى اللي هي مثلا قيمتين للاكس اي، بالنتيجه النهائيه يطلع لها قيمتين للاكس للواي اي. هاي القيم راح تكون هي يسموها القيم الوسطية. إذا أريد نشوف نفد مثال على هالموضوع الاكسرسايز وين الفايبر بريشرز، طينا بهالشكل هذا على شكل تي والبي. التي هي 98.5، 131، 148، 166، 199 و 215. بالنتيجة النهائية الفايبر بريشرز اشرح كانت 1 5 10 20 60 واخيرا 100. فبالنتيجة النهائية اذا نريد نحل باستخدام هاي الطريقة طريقة الانتر بي 1 اللي هو ايش قايل لي كالكوليت الفايبر بريشرز كورسبوندينج المن لل 150، لازم شو اسوي؟ ادخل التي وعلى شكل فيكتورز وادخل البي على شكل فيكتورز واحصل على البي اي اللي هو شنو القيمه
الجديدة اللي أنا إذا حصلها بالاعتماد على درجة الحرارة المعطاة اللي هي 150 درجة سيليزية. فبالنتيجة النهائية راح يكون انتر بي 1 يساوي لنا التي اللي هو بمثابة الاكس، والبي اللي هو بمثابة الواي، وال150 اللي هي المعطاة اللي هي بمثابة الاكس المعطية المعطاة، وتريد نحصل على البي المقابلة لها أو الكورسبوندينج لها. فكانت نشوف احنا القيمة اللي رايد يعرفها هي 150. 150 هي أقرب المن من 148، فبالنتيجة النهائية الناتج مالتي كان أقرب المن للعشرة، كان قيمته 11 وإن كان أقرب إلى العشرة. فهسه احنا مثلا اذا نريد نطبق هذا البرنامج نشوفه امامنا، نقول له هاي التي دخلنا، البي دخلنا، البي اي دخلنا، كتبناها كلهن، جبناهن، حطيناها بالكوماند ويندو، مندوس انتر، فظهر عندي العشرة. هسه خلي نجرب مثلا نكتب بدل الايعاز الاخير، احنا مو كنا كاتبين مثلا 150، احنا نكتب مثلا 75. احنا لما ندوس انتر ايش راح يطلع؟ ال 75 هي اساسا اقل من ال 98، فلذلك راح يعترض 75. راح يعطيني نان، الناتج راح يكون نان ما معروف. اذا قلنا لا انا ما اريد ال 75 وانما ايش اريد؟ ايش اريد؟ اريد ال 220. ال 220 هي بالمناسبه اكبر من 215، فبالنتيجه النهائيه راح يطلع لي ايضا نان. بينما القيم اللي راح يطلع لي اياها فقط هي ضمن الرينج مالتي اللي هي 200، طلع لي القيمة المقابلة لها. إذا حتى إذا قلت مثلا مجموعة من القيم مجتمعة بس ضمن الرينج تحقق لي هذا، راح يطلع لي الناتج مالتي هو مجموعة أيضا من القيم مجتمعة، طلع لي الناتج مالتي. مثلا هسه اذا عندي الانتر بي 1 اذا طبقها اليمين على قيمة اخرى مثلا 100 180، راح يطلع لي ناتج طبقها اليمين على قيمة اخرى اللي هي مثلا 170، راح يطلع لي ناتج. اذا طبقها مثلا على قيمة اخرى اللي هي 100، راح يطلع لي ايضا ناتج. النتيجة النهائية ايش كم مرة طبقت؟ مثلا 4 مرات. اذا قلت الاكس يساوي عبارة عن فيكتور اللي هو اول شيء 100، وراها 170، وراها 180، وراها ايش قد مثلا فرضنا مثلا 200، فبالنتيجة النهائية هذا قيم الاكس. انا ايش اسوي؟ اطبق الانتر في 1، اقول له بدل 100 احط لي قيم اكس، هذا الاكس حطيته هذا، راح يطلع لي 4 قيم، لان انا اساسا المدخلات الخاصة بالاكس هي 4، فطلع لي 4 قيم مقابلة إلها. إذا فرضا أنا من ضمن القيم اللي دخلتها مال الإكس هاي دخلت قيم خارج الرينج، مثلا هنا دخلت قيمة مثلا 50، وهنا دخلت قيم مثلا 250، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي طلع لي نتائج كل شيء مقابل المن لهذا الاكس، يعني معناتها شنو؟ عرفت هالحاسبة
كل شيء مقابل لهذا الاكس. اذا اكو امكاني اذا هو ضمن الرينج طلع لي الناتج مالته، اذا مو من ضمن الرينج راح يطلع لي النان. راح يكون الحل مالته بهالشكل هذا، ايش طلع لي؟ طلع لي النان للمكان ال 250 وطلع لي النان للمكان ال 50 والباقي كله طلع لي النتائج مالته بصوره صريحه. بالامثله السابقه دخلنا قيم الاكس وقيم الواي بصوره مباشره وحصلنا طبقنا الانتر بي 1 بشكل مباشر. هسه بينما بهذا المثال اللي هو شو يقول لك؟ يقول لك يعني مثلا دخل قيم الاكس على شكل فرضيه ودخل والقيم الواي يعتمد على القيم الاكس بالاعتماد على البولينوميالز المعطات اللي هي بولينوميالز تعتمد بصيغتها على من على القيم التي اللي انت فارضها. فبالنتيجة النهائية راح يكون نحصل على من على قيم الواي عن طريق معادلة وقيم الاكس عن طريق شنو المدخلة ادخال بصورة مباشرة عن طريق الفرضية. وعليه ننظر الى السؤال ونشوف المعادلة او البولينوميالز اللي عن طريقها من ممكن ان نحصل على الواي الخاص بالسؤال مالتنا. فنجدها هاي البولينوميالز بصورة اللي هي السي بي 0.9 والى اخره. هاي ايش تعتمد عليه من على قيم التي؟ بما انها هي تعتمد على قيم التي فبالنتيجة النهائية لما ندخل القيم التي راح تدخل قيم التي على شكل فيكتور. دخلتها مثلا كفرضية من 10 الى 10000 الستيب 10 راح تكون القيم التي مثل فيكتورز وتطبق بمن بهاي البولينوميالز. لذلك قبل كل رفع اخلي شنو دوت اوبريتر، وقبل مثلا الرفع الى اس 2 اخلي دوت اوبريتر، رفع الى للاس 3 كذلك الدوت اوبريترز، والى الاس 4 اخلي الدوت اوبريتر. بعد ما دخلت كتبت البولينوميالز بالشكل الصحيح واستخدمت الدوت اوبريترز في المكان الصحيح وبالصيغه البرمجيه الصحيحه، استخدم الانتر بي 1 اللي هي باستخدام السي بي اللي هو بمثابه الاكس والتي اللي هو بمثابه الواي، وطبقت ال 1.2 اللي هو يريد اللي هو سبيسيفيك يريد درجه الحراره المقابله لها. يعني هو شنو هو الهدف من السؤال هذا؟ هو determine the temperatures that correspond to specific heat. فلذلك شنو راح يعطيني ال specific heat ويريد ال temperatures المقابل لها. النوع الثاني من ال interpolations هو ال two dimensional interpolations اللي هو يعتمد عليه من على ال entropy 2 commands. هذا الشيء يحتاج قبل قليل كان الانتر بي 1 يعتمد على الاكس والواي ويطلع لي الزد، يعتمد على الاكس العفو ويطلع لي الواي. هاي المره راح يعتمد الانتر بي 2 يعتمد على من على الاكس والواي والزد ويطلع لي هاي المدخلات الاساسيه انها، ويطلع لي مثل نقول الزد بالاعتماد على الاكس اي والواي اي. يعني احنا كمراجعة بسيطة للكوماند السابق، الكوماند السابق ادخل X و Y وهاي كمدخلات اساسية، وكمدخلات اريد اعرف الكورسبوندك الها ادخل ال X واطلع ال Y الكورسبوندك الها. بينما بهذا الكوماند كل ما هنالك ايش اسوي؟ ادخل ال X وال Y وال Z، هاي الثلاث مدخلات الأساسية الأكس والواي والزد، ومن أجل شنو أن أهيئها إلى إذا دخلت الأكس آي والواي آي أحصل على من على الزد المقابل إلها. هاي الطريقة وبهالبساطة راح يتعامل الماتلاب ويا من ويا الانتر P1.
في مثلا صيغة السؤال تجي مثل ما موجود في هذا المثال اللي هي exercise 4 calculate the value of z corresponding to x y اللي هي 1.3 1.5 and 1.5 2.3. يعني شنو معناتها؟ احنا لازم مثلا نريد يحصل على من على قيمة الزد المقابلة لمن إلى هذه المدخلات. أنا أول شيء أدخل لازم الإكس، أدخل الواي وأدخل الزد. الإكس دخل على شكل 2 elements والواي دخل 3 elements والزد دخل على شكل ماتريكس هي 3 by 2. فايش راح يصير عندي أنا يعني ورا ما دخلت بصورة مباشرة هاي الـ 3 elements بهالشكل هذا، الأول والثاني والثالث دخلت اللي هي الإكس والواي والزد. وراها أحتاج أن أطبق من الزد 1، الزد 1 يعني أطبق الانترفي 1 مش راح يعتمد على الإكس والواي والزد. هاي الانترفي 1 الانتربي 1 شحت العفو الانتربي 2، الانتربي 2 شو يحتاج؟ يحتاج ان يدخل الاكس والواي والزد والمدخلات اللي هي اللي هذا بمثابة الاكس وهذا بمثابة الواي، عند حصلنا الزد المقابل لها. هسه اذا ردنا نغير هذه المدخلات مثلا خلينا 1.4 فطلعت لي عندي الناتج اخر. زين اذا انا عندي مجموعه فيكتورز من الاكس وفيكتورز من الواي، لازم يكون عدد الفيكتورز مال الاكس مساوي عدد الفيكتور مال الواي بالنتيجه النهائيه، احصل من على الطريق على الناتج بهالشكل هذا. فمثلا الزد مثلا الزد 1 شو يساوي لنا؟ مثلا يساوي لنا 1.3 1.4 فارزة one point two. هسه بهاي الطريقة ايش راح يعتبر؟ راح يعتبر هذا الاكس الاول زين، وهذا الواي الاول، وهذا الاكس الثاني، وهذا الواي الثاني، وهاي الطريقة تطلع ناتجين مختلفة. زين هسه إذا ردنا نزيد فارزة 1.8 مثلا نقول له فارزة 2.3. نفس الشيء طلع عندي ثلاث قيم على اعتبار ان ثلاث اكسات دخلتها وهنا ثلاث وايات حصلت عليها. هاي كل الاشياء المهمه في محاضرتنا اليوم، ان شاء الله التقيكم في محاضره اخرى. في امان الله.